فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله وفي رواية صالح ابن الإمام: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. نعم، هذا الإمام أحمد يروي عنه ابنه صالح رحمه الله أنه كان هذا هديه وطريقته عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاء إلى اجتماع أو إلى دعوة ورأى فيها شيئا من المنكرات فإنه لا يجلس لأنه قدوة، فلو جلس لتساهل الناس واقتدوا به، فكان من إنكاره أنه لا يجلس وينصرف. نعم. قول ستر الجدران، ستر الجدران هذا فيه تفصيل، إذا كان للحاجة كان يستر طاقة في الجدار أو كوة يعني ينفذ منها تنفذ منها الرؤية أو يتأذى بما ينفذ منها بكشفها فإنها تستر لا بأس، لأن هذا للحاجة. قد فعلته عائشة رضي الله عنها، قد سترت سهوة لها بقراب، الرسول أنكر الصور ولم ينكر ستر السهوة. وأما إذا كان من باب ستر الجدران، إذا كان من باب الرفاهية والزينة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما هذا خاص بالكعبة المشرفة هي التي تستر وتكسى، أما الجدران فلا تكسى ولا. نعم. وإذا قيل أنها باردة شديدة البرودة وتستر بنوع رديء من الفروش يلبس مثل ما تلبس البلاط الأرضية على الجدار، هذا لحاجة نعم هذا لحاجة.